today is Dr. Ghassan Ashi. Can we all welcome Dr. Ghassan Ashi to the stage? Thank you. Arun. Thank you very much. Allah, Suriya, Bashar. تحية إلى الشعب العربي السوري الأبي في كل مكان. تحية إلى الأشراف في هذا العالم. تحية إلى الجيش العربي السوري الباسل الذي يسطر ملاحم البطولة والفداء ذودا عن تراب الأرض وفي مواجهة المؤامرات والفتن. تحية إلى سيادة الرئيس المفدى الدكتور بشار الأسد الذي تحية إلى سيادة الرئيس المفدى الدكتور بشار الأسد الذي يخوض معركة الحق والإنسان والأمة. تحية لكم إخواني في أستراليا، سوريا وشعبها وجيشها وقيادتها تخوض أخطر حرب دولية وتدخل خارجي في التاريخ المعاصر، تهدد كيانها ووحدتها وتفتك بشعبها على أيادي العصابات الإرهابية المرتزقة الممولة بالسلاح والبترودولار العربي القذر تحت عناوين واهية ومتعددة كي تسقط في الركاب الأمريكي الإسرائيلي. وها هي اليوم تدفع ثمنا باهظا لدعمها المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق ودفاعا عن الحقوق العربية في الأرض والمخدرات. ومن المحزن ان عرب